في لحظة عايز اللي يعدل ميلك ويسند يشيلك وسط زحمة حياته يجيلك، يوصل في ثانية يسبق بخطوة يحميك بقوة ملكش إلا هو. اهلا بيكم في فيديو تعليمي جديد. النهارده هنتعلم اغنيه شكرا من هنا لبكره. بس قبل ما نبدا في الفيديو حابب اقول لكم شكرا من هنا لبكره على دعمكم الفتره اللي فاتت، وخلينا نبدا دلوقتي على طول. اول حاجه الاغنيه على سكيل الاي فلات، يعني بنركب الكيبو على الفريت الاول بالمنظر دوت. كوردات الاغنيه هم اي ماينور بالشكل دوت، صباع هنا وصباع تحته على طول. الكورد التاني في الأغنية هو الـ A minor بالمنظر دوت، بننزل اللي عملناهم فوق تحت وبنحط الصباع ده هنا بالمنظر ده. الكورد التالت معانا هو الـ D major بيبقى بالشكل دوت، الصباع ده هنا وده هنا وده هنا. الكورد الرابع معانا هو الـ C major بالشكل دوت. الكورد اللي بعد كده معانا هو ال B minor بالشكل دوت، يبقى هو شكل ال A minor بس بناخده فريتين كمان بالشكل ده. دي الكوردات. طبعا الأغنية بتبدأ من كذا جملة وكل جملة فيهم بتتعاد مرتين، فهنبدأ على طول بأول جملة فيهم، بدايتها A minor 4 مرات. دي طبعا من بداية الأغنية خالص، هنا ما بنعملش سترامينج معين أو حاجة، بيبقى بس نزلة خفيفة كده. في الجملة لما نيجي نعيدها مرة تانية بتبدأ على طول بقى السترامينج، وهقول لكم على السترامينج في آخر الفيديو إن شاء الله. فعندنا A minor 4 مرات، بعد كده A minor مرة، بعد كده D major مرة، وبعد كده C major مرة، بعد كده A minor كمان مرة، و بي ماينور كمان مرة. هشغلكوا دلوقتي بقى الأغنية واحنا هنعزف عليها بنفس الطريقة دي. بالمنظر ده دلوقتي هنعيد نفس الجملة تاني، بس المرة دي بقى هنزود عليها رتم معين. الرتم هقوله في آخر الفيديو. هتتعاد هي نفس الطريقة بالظبط تاني، فنخش على طول في اللي بعدها. دلوقتي مع الجزء اللي هو كان بيقول في حياتنا ناس، فبيبدأ على طول A minor مرة واحدة، A minor بعد كده E minor تاني، وبعد كده B minor، وبنعيد نفس المقطع دوت 4 مرات. فهشغلها دلوقتي ونسمعها مع العصر. ودلوقتي مع الجملة الجديدة اللي بتبدأ بدايما في ظهري، كورداتها بكل بساطة هم A minor، بنعزفه مرة، بعد كده A minor، بعد كده B minor مرتين، بنعيد نفس الكوردات تاني A minor A minor و B minor مرتين، وبعدين بندخل في الجزء الجديد على طول اللي هو A minor مرتين، وبعدين B minor 7 أو B minor، وبنختمها خالص ب E minor. دلوقتي هنشغل الأغنية ونسمع العزف معاها.
في الجزء الجديد بيكرر في حياتنا ناس تاني، بس المرة دي هنغير معاك كوردات. الكوردات المرة دي هتبقى بالشكل دوت، هيبقى اي ماينور اي ماينور كل واحد فيهم مرة، بي ماينور مرة برضو، وبنختم بإي ماينور، بتتكرر 4 مرات. فدلوقتي نسمعها بقى مع الأغنية. ودلوقتي مع الجزء اللي هو بيبدأ بأنا في الدلع دايما سايقها، 4 كوردات برضو بنعيدهم 4 مرات بالشكل دوت. أول كورد معناه اي ماينور، تلعب مرة اي ماينور، بي ماينور 7 أو بي ماينور و اي ماينور. بيتعاد مرة كمان في بيبقى جزء بيتغنى، وبعد كده بيتعاد مرتين كمان في جزء موسيقى بس. فهنسمعها دلوقتي مع بعض. بالمنظر دوت. طيب دلوقتي عندنا يعتبر اخر جزء في الاغنيه، اللي هو بادئ من وقفه دايما جنب مني. بنبدا ب4 كوردات برضو بيتعادوا مرتين بالمنظر دوت، اي ماينور مره، اي ماينور مره، بي ماينور او بي ماينور 7 مره، وبعد كده اي ماينور، وبنعيد نفس مجموعه الكوردات دي مره كمان بالمنظر دوت، A minor E minor B minor أو B minor 7 وفي الأخير E minor. طيب نسمعها دلوقتي مع الموسيقى. المنظر دوت. اخر حاجة بنختم بيها الجزء بتاع في حياتنا ناس، بنعيده مرة كمان بنفس الكوردات اللي عملناها في المرة التانية، اللي هي كانت A minor E minor B minor 7 او B minor و E minor. وبكده تكون خلصت الاغنية. دلوقتي هيبقى فاضل بس الجزء بتاع الريتم اللي لعبناه في الاخر. ودلوقتي مع اخر حاجة في الاغنية وهي الريتم. الريتم اللي لعبناه في طول الأغنية هو بالمنظر دوت، بتنزل نزلة على أول 3 أوتار بالثامب بالمنظر دوت، وبعدين بتكمل بقية النزلة بالسبعين دولت كده، تمام. وبعد كده بتنزل نزلة كمان برضو بنفس السبعين بس الأوتار كلها، وبتطلع بالثامب كده، وبعد كده بتنزل نفس نزلة البيز اللي لعبناها في الأول اللي هي ال3 أوتار دول، وبعد كده بتنزل بقى بقية الأوتار بالسبعين دول تاني بالمنظر دوت، بيز وبعد كده داون داون تاني أب وبعد كده بيز داون بالمنظر ده، بيز داون داون أب بيز داون بالمنظر ده. ده طبعا الريتم اللي كان مستخدم طول الاغنيه. وفي النهايه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا لي فولو على الانستجرام، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن. ولو حابين اي اغاني تانية او اي دروس تعليميه تانية اكتبولي في الكومنتات برضو. وبس كده، سلام.